ضمن برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات الحياتية للنساء والفتيات، دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري المعرض الأول لمنتجات المرأة في مجالات الخياطة والتفصيل والتطريز. التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجداسي. تحت شعار يد تبدع وأبرة تخيط، دشنا وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري المعرض الأول لمنتجات المتدربات في فن الخياطة والتفصيل، والذي يقام مركز بسمة أمل للتدريب والتأهيل. وطلع الباكري على نماذج من الإبداعات والأعمال المتميزة في مجالات الخياطة والتفصيل والتطريز، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المدربات والمتدربات، مؤكدا أهمية دور مركز الأسر المنتجة في تأهيل وتدريب النساء والفتيات. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية وتوجيهات الأخ اللواء سلطان من عين العلادة محافظ المحافظة عضو المجلس الرئاسي، تم اليوم افتتاح مركز بسمة أمل النموذجي للخياطة والتدريب النسوي، وهنا نشكر القائمين على هذا المركز ونتمنى لهم التوفيق. وهناك حقيقة في إبداع ومنتجاتهم لا زالوا في الأشهر الأولى من الافتتاح، ونتمنى أن يتطور العمل وأن يكون هناك مدخلات أفضل وأن نهتم بالجودة وكذا تسويق المنتج. نتمنى لهم التوفيق وشكرا. فيما وضحت مديرة المركز آلية العمل وبرامج التدريب وتنمية المهارات الحياتية للنساء والفتيات وتعزيز الإبداعات المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، تم بحمد الله عز وجل افتتاح مركز بسمة أمل للتدريب والتأهيل في مجال الخياطة وفي مجال التطريز، وفي عدة مجالات تساهم في تطوير حياة المرأة بالذات، خاصة وأنها من الفئة التي تحتاج إلى دعم أكثر في ظل هذه الحروب وظل أوضاع البلاد التي تعيشها. ورغم وجود هذه المصاعب ورغم وجود يعني هذه المشاكل، إلا أن يوجد هناك فئة مخلصة تسعى إلى دعم البلاد وتطويره وتطوير هذه الفئة التي تحتاج فعلا إلى عناية خاصة. وأكثر النساء كما نلاحظ في يعني في ظل هذه الأوضاع أرامل ومن أسر فقيرة ومن ذوي الدخل المحدود والتي تحتاج إلى دعم بشكل مباشر، فقمنا بصدد هذا الشيء اللي هو عمل مركز بسمة أمل للتدريب والتأهيل لمحاولة مواكبة العصر ومحاولة القضاء على الفقر والجهل والظلم الذي يعاني منه مجتمعنا خلال هذه الفترة. مركز بسمة أمل يسهم في تنمية قدرات المرأة والشباب وتأهيلهم لسوق العمل وإيجاد مشاريع مدرة للدخل للأسر من النازحين والمجتمع المضيف. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.